تحب تعمل كونتينيو أونليني أما ما عندكش كاميرا، ولا عندك كاميرا أما ما عندكش ضوء، ولا عندك كاميرا وعندك ضوء أما مازلت تستنى لين يجيك ميكرو طيارة، ولا عندك كاميرا وعندك ضوء وعندك ميكرو أما قاعد تستنى لين تعمل كور مسرح فمش ما يولي عندك حضور قدام الكاميرا. نحب نقول لك راهي الدنيا ما تمشيش هكاكا، مش على خاطر ما عندك حد شيء دونك ما تعمل حد شيء. انت صوتك باهي وتحب تبدا كفرز على الانترنت، حط الشباك 45 درجه على وجهك وقرب التليفون لفمك وصور. الفيديو الاولاني باش يجيك خايب، الفيديو الثاني باش يجيك حموم، الفيديو نمره 100 باش يكون اهون اما خير برشا من الفيديوهات الاولى اللي صورتهم، على خاطر عندك اكسبيريونس نتاع تصوير نتاع 100 فيديو. حاجه اخرى، انت عملت 100 كفر، دونك فما برشا عباد سمعوا بيك وبرشا عباد ولاو يستناو وقتاش انت تهبط الكفرز نتاعك كل جمعه. ولا عندك اشهره وانت تمهمه باش تحل البوتيك اونليني تبيع فيه اي موضوع اما جيست قاعد تستنى لين تلقى ديزاينر وتلقى فوتوغراف وتلقى كوميونيتي مانجر فماش متخرج موضوع برو. اوكي انت ما تقدرش على العباد هذوما من الاول، دونك ابدا باللي عندك ديجا. اي المده ما انا انسان بيرفكسيونيست ما نحبش العباد تضحك عليا. اول حاجه عقليه بيرفكسيونيست لازمك تتخلى عليها نهائيا والى الابد، على خاطرها عقليه تعجيزيه وهي مخك يركب لك فيها باش ما تعمل حتى شيء في الاخر. على غالب هذيك هي الطبيعه البشريه، ديما نحبوا الراحه وقله الخدمه. ثانيا العباد باش تضحك كوسو عملت حاجه باهيه ولا عملت حاجه خايبه. دونك فما نوعيه نتاع عباد اللي انا نسميهم البؤساء، وظيفتهم انهم ما يخليوش العباد يقدموا باش ما يقعدوش وحدهم. العباد هذوما موجودين ومعنا ما نعملولهم ولازمنا نتعايشوا معاهم. دونك انت لهنا قاعد تقص في جوانحك على خاطر البؤساء هذوما اللي انا نشوفه افار غلط كومبليتمون. انا بدي كنت من العباد اللي يخموا برشا قبل ما نعمل اي حاجه. على اول ما حليت الشين يوتيوب كنت نهبط فيديو بركه في العام، مش على خاطرني انسان بخلي، ما على خاطر ديما نعطي روحي اسباب باش ما نصورش. هاو لازمني نتعلم المنتج قبل ما نصور، هاو لازمني نتعلم اللون قبل ما نصور، هاو لازمني نحسن في الصوت قبل ما نصور، هاو لازمني نشري كاميرا قبل ما نصور. اي بقى كي شريت الكاميرا وليت هاو لازمني نتعلم نصور قبل ما نصور، على خاطر مش كيما نصور بتليفون كيما تصور بكاميرا. بالاخر نلقى روحي نعمل كام فيديو بركه في عام. دونك اللي حبيت نقوله ما تخممش مرتين كي تجي تعمل حاجه، اغلط وخلي العباد تضحك عليك وكان لازم اضحك معاهم على روحك. اما في الاخر انت بديت وهما مازال، دونك اي حاجه قاعده تدور في مخك لايمات هذيا فازي اعملها.